دار واش لازم سير المقابله، رغم ان فريق معسكر بكل صراحه فريق درنا مشاكل، والحمد لله النقاط هما اللي الاهم. اليوم انا في طريق صحيح، بقاو ثلاث مقابلات، انا نقول ثلاث مقابلات الغلطه ممنوع، الغلطه ممنوع، لان حقيقه عندنا حظوظنا راهي بين ايدينا، ولكن طونك ما لعبش المقابلات واحد ما ضمن الهدف تاعو، لان اليوم فريق جمعيه وهران بوفاريك حنا الاربعه تيارت وقل درجه مشريه كلهم راح يتفاداو هذه البلاصه المكاني تاع الحبطه، يعني بقات وحده ما عندناش حنا، حنا المهم نلعبوا لي ماتش تاعنا حتى اخر ماتش، ما نسالوا مع حتى فريق، اللي قادر يضمن المانتيان تاعو مرحبا، اللي قادر يهبط الميريت با باش يريح في ناسيونال 2 يهبط، ما عندي ما ندير له والو. اللي راح تساعدنا باش نضمنوا المانتيا، وكان ماتش صعيب كما شفتوا الحمد لله، جبنا 3 بوا هذا هو الصح. مباريات نهائي ان شاء الله، ان شاء الله نربحوا لي دو ماتش هذا باش نضمنوا على البكري الماتش الاخر، ان شاء الله نضمنوا بكري ان شاء الله.